الله الليلة كتير حلوين. عبالي أقول شيء قبل ما نبلش الكونسيرت. بابلو بيكاسو once said, "Art is not made to decorate rooms. It is an offensive and defensive weapon against the enemy." بابلو بيكاسو مرة قال إنه الفن مانو معمول لنزين فيه صالونات. الفن سلاح هجومي ودفاعي ضد العدو. فبليز بليز الليلة احملوا أسلحتكم معكم وغنوا معنا.